وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها خلال 5 أشهر، ملتقيا نظيره السوري فيصل المقداد. وكانت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة السورية قد أفادت في وقت سابق أن المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود العربية القائمة في سياق الحل السياسي للأزمة السورية. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يصل العاصمة السورية دمشق لبحث جهود حل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية مع مسؤولي الحكومة السورية، بينها المبادرة الأردنية لإيجاد حل سياسي بسوريا. الخارجية الأردنية ذكرت في تغريدة أن الصفدي وصل دمشق في زيارة غير محددة المدة، يلتقي خلالها نظيره في الحكومة السورية فيصل المقداد والرئيس السوري بشار الأسد. وتعد زيارة وزير الخارجية الأردني إلى سوريا الثانية من نوعها منذ 15 من شباط فبراير الماضي، وبعد شهرين على اجتماع عمان الذي مهد لعودة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية ومشاركة دمشق بالقمة العربية في جدة. كما تأتي الزيارة في ظل تزايد مخاوف الأردن من عمليات التهريب التي تشهدها حدودها مع جارتها الشمالية وتنوع أساليبها، إذ أحبط الجيش الأردني خلال الشهر الماضي 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة وأسلحة بواسطة طائرات مسيرة. وأمس الأحد قال الصفدي خلال لقاء نظمته دائرة البرامج والمرافق الثقافية في أمانة عمان الكبرى إن الأردن هو الأكثر تضرراً بعد الشعب السوري من استمرار الأزمة السورية، وأضاف أن المقاربة الدولية في التعامل مع الأزمة السورية كانت تنصب على إدارة الأزمة وبقاء الوضع الراهن على حد وصفه. وبحسب وزير الخارجية الأردني فإن لجنة التنسيق العربية مع سوريا تواصل حواراتها وجهودها مع الحكومة السورية لتنفيذ التزامات بيان اجتماع عمان، معرباً عن تفاؤله باستجابة الحكومة السورية لمتطلبات المبادرة العربية لحل الأزمة. وشدد أيمن الصفدي على تمسك الأردن بكل الخيارات لحماية حدوده واستقراره من الأخطار التي تشكلها الحدود السورية، وعلى رأسها تهريب المخدرات والتحديات الأمنية ووجود بعض الفصائل المسلحة. المتابعة والنقاش من عمان، أرحب بالدكتور وليد العويمر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة. أهلا بك معنا دائما دكتور وليد في برنامج حديث اليوم على شاشتها. البداية مما يحمله السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في جعبته لدمشق، مضمون الزيارة الحقيقي أو ما الذي يحمله فعليا يعني اليوم الصفدي؟ طيب دكتور وليد في مشكلة بالصوت، نحن لا نسمع حضرتك، سنحاول معاودة الاتصال ومعالجة هذه المشكلة. إذن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق يلتقي بالمقداد، وبحسب الأجندة التي تم نشرها من وسائل إعلام خاصة بالأردن أو حتى بسوريا بأنه سيتم اللقاء بين وزير الخارجية الأردني والرئيس السوري بشار الأسد لبحث العلاقات بين البلدين أو لبحث سبل حل الأزمة السورية. ما الذي يحمله فعليا اليوم الأردن تحمله لدمشق؟ ما الذي تريد أن تقوله عمان، خاصة بأنه مؤخرا نشرت مبادرة الأردن والتفاصيل حول هذه المبادرة التي تحمل 3 محاور أو 3 مراحل، تبدأ بإعادة اللاجئين السوريين، تهدئة عسكرية سياسية، من ثم إخراج القوات الإيرانية، أو تنتهي بإخراج إيران من سوريا. إذا لا أعرف إذا الدكتور وليد إذا زيارة وزير الخارجية الأردني تأتي في حين تم نشر فيها تفاصيل حول المبادرة الأردنية لحل الأزمة في سوريا. تتحدث هذه المبادرة عن إعادة اللاجئين السوريين، تأمين يعني بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين. أيضا تتحدث هذه المبادرة عن إخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا وتنتهي بخروج إيران من سوريا.
بأحد المراحل وقبل أو بعد خروج إيران من سوريا تحدث مسألة المصالحة بين مكونات الشعب السوري، يكون هناك نظام حكم شمولي أو أكبر مثلا يتضمن جميع السوريين بحسب هذه المبادرة. بحسب هذه المبادرة أيضا، أو بما أنه كان نهاية هذه المبادرة هو إنهاء الوجود الإيراني، أو في آخر محاور هذه المبادرة إنهاء الوجود الإيراني، هنا تساؤلات حول فعليا الرغبة العربية بإنهاء الوجود الإيراني في سوريا، وإلى أي درجة من الممكن ذلك، هل في مقابل لذلك، خاصة بأنه بأحد محاور حديث اليوم سنتحدث عن التغلغل الإيراني والهيمنة على العقارات. إذن يعود معنا من جديد الدكتور وليد العويمر. مساء الخير دكتور وليد. دكتور وليد، ما الذي تحمله عمال لدمشق في حقيبتها بهذه الزيارة؟ نعم، يعني هذه الزيارة هي استكمال حقيقة لزيارات عديدة لمسؤولين أردنيين وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني. وأعتقد أنه حقيقة الأردن هي من أكثر يعني الأطراف تضررا بعد الشعب من استمرار الأزمة السورية لغاية الآن، وبالتالي الأردن متضررة اقتصاديا بشكل كبير جدا وحتى اجتماعيا، وخصوصا عندما نعلم أنه يعني الدول الفاعلة في العالم تراجع حقيقة دعمها بشكل كبير جدا سواء للأردن أو للدول المضيفة. هذا التراجع كان اقتصادي وأمني بشكل كبير جدا. لذلك يعني هذه الزيارة تحت يحاول وزير الخارجية الأردني ثلاثة ملفات مهمة. الملف الحقيقة العلاقات الأردنية السورية وبتشعباته الاقتصادية والأمنية السياسية، أيضا العلاقات العربية السورية وخصوصا بعد لقاء القمة العربية في جدة، والذي حقيقة يعني فتحت كثير من الدول العربية على سوريا، وهذا الانفتاح حقيقة رأت منه الدول العربية أن يكون هناك جسور تواصل بين وسوريا من أجل المساعدة في حل الأزمة السورية. هذا شيء مهم جدا. والملف الثالث وهو أيضا وهو موضوع المصالحة السورية داخليا من خلال إشراك أطراف داخلية في حل. طيب، بشكل ما أو بآخر يعني هي محتوى المبادرة الأردنية التي كانت قبل الكشف عنها تسمى اللاورقة، من ثم تحولت لمبادرة أردنية، اتخذت الأردن على عاتقها هذه المبادرة منذ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وحتى بعد عودة علاقاتها مع مجموعة من الدول العربية. ما التأثير الذي الواضح بعد هذه العودة؟ يعني هل فعليا في ضوء بنهاية النفق، أو في تحديات تمنع اليوم ما تطمح له الدول العربية بتحقيق هذه المبادرات أو بتحقيق هذا المسار العربي أو بتحقيق نتائج ملموسة منه؟ نعم، يعني أعتقد من خلال المتابعة بعد القمة العربية التي عقدت في جدة وحضرها الرئيس السوري، تأملت كثير من أطراف العربية وأن يكون يعني حلول من قبل الحكومة السورية لكثير من المبادرات التي طرحت، بمعنى عودة سوريا إلى الجامعة العربية نوعا ما كانت مشروطة بحلحلة مجموعة من القضايا، أولى هذه القضايا قضية اللاجئين. لغاية الآن حقيقة لم يتم عودة اللاجئين السوريين في الأردن أو في لبنان أو حتى في تركيا. هذا الشيء. الشيء الآخر موضوع إعادة الإعمار أيضا فيها أي شيء. موضوع المبادرة السلمية أو حاول حل السورية داخليا وإحياء اللجنة الدستورية السورية، للأسف وعلى الرغم من أنه هذا كان ضمن يعني البيان للجنة التشاورية في عمان أن يتم إحياء عمل اللجنة الدستورية السورية من أجل يعني المساهمة في حل الأزمة السورية. لذلك أعتقد أنه منذ القمة العربية إلى الآن لم تحصل أي تطور على أرض الواقع فيما يتعلق في الملفات التي طلبت من الحكومة السورية أن تقوم أجل مزيد من التقارب وحلحلة السورية. يعني هذه تدخل في هذا الإطار أنه يعني لم غاية الآن يعني اليوم السيد أيمن الصفدي في دمشق ليسأل اليوم سوريا والحكومة السورية لماذا تأخرتم؟
بتقديم الخطوات، لأنه فيصل المقداد وزير الخارجية السوري قال مؤخرا بأنه سوريا لم تقدم خطوة، قدمت خطوات، واعتبر بأنه سوريا طالبت بعودة اللاجئين السوريين، عملت انتخابات محلية، عملت انتخابات رئاسية، هي تعتبر نفسها أنها نفذت أصلا 22-54. نعم، يعني هي كل ما يقال عن الحكومة السورية قامت بخطوات عديدة جدا، خطوات أعتقد هذا على أرض الواقع لم يحدث، بمعنى أنه موضوع الاستثمار والذي عودة اللاجئين لم يحدث لغاية الآن. الشيء الآخر كما قبل قليل، يعني اللجنة السورية التي على أساسها يتم إيجاد حل سياسي لم يتم جمعها أو اجتماعها، هذا شيء مهم. الشيء الآخر المتابع منذ انتهاء لغاية الآن أن الحكومة السورية والجيش السوري عمليات عسكرية في الشمال السوري، وذهب ضحية المدنيين، بمعنى أنه الحكومة للأسف لم تقم بأي عملية على أرض الواقع كما طلب منها، سواء من القمة العربية أو من المبادرة واللقاءات التشاورية تمت في عمان أو في بالتالي زيارة وزير أجل نوعا ما محق، هي أنه لغاية الآن بعد انتهاء نتكلم عن شهرين وأكثر لم يتم أي تطور على أرض الواقع بالمتطلبات السورية، معنى أنه الأردن والدول العربية أوفت بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، الدول العربية أيضا ساعدت الحكومة السورية في إنشاء لجنة مشتركة سياسية بضبط الحدود، ولكن ما طلبات طلبت من الحكومة السورية على أرض الواقع لم تنفذ لغاية الآن، وبالتالي هذه الزيارة تحاول أن تضع نقاط على الحروف، وهي زيارة دنية عربية. يعني اليوم كل ما يحدث دكتور وليد، عذرني على المقاطعة، في مشكلة بالصوت فبيوصل متقطع، يعني اليوم كل هذا الحديث عن المبادرة أو الزيارات هي مجرد مبنية على أمانة وتصريحات، لا يوجد فعليا أي شيء قد يحدث على أرض الواقع. نعم، يعني أنا أعتقد أن السوري استفاد أكثر من المبادرة الأردنية، استفاد أكثر من اللقاءات التشاورية اللي تمت في جدة والرياض خلال عودة سوريا إلى الجامعة العربية، هذا شيء مهم جدا. الزيارات المتعددة للمسؤولين العرب لسوريا وعودة سوريا إلى الجامعة العربية والحضيرة العربية، الآن ما مقابل ذلك لم تشهد الدول العربية أي خطوات عملية في سوريا، فقط عبارة عن وعود لم تتبقى بحقها. قد يكون السبب يعني أكثر أنه القرار السوري ليس منعزل عن إيران ولا عن، بمعنى هناك عدة أطراف مشتركة في النزاع السوري الداخلي، وبالتالي لابد أن يكون هناك توافق بين روسيا وإيران وسوريا من أجل الاتفاق على كيفية تنفيذ المطالب العربية التي تم الاتفاق عليها سواء في عمان أو في جدة، وبالتالي لغاية الآن لم نشهد حقيقة على أيضا على أرض الواقع أي تقدم. وهذه الزيارة حقيقة تحاول أن تبين للنظام السوري، ولقاء حقيقة وزير الخارجية الأردني مع الرئيس بشار الأسد هي من أجل يعني إيصال رسالة سواء من الأردن أو العربية أنه الدول العربية أوفت حقيقة بما وعدت به، الآن لابد للحكومة السورية أن تفي بما وعدت به فيما يتعلق بالله وموضوع تهريب المخدرات والأسلحة إلى آخره. هذا جانب مهم، ولكن أشار إلى نقطة مهمة أيضا، أنه حتى وزيارة وزير الخارجية تأتي في ضوء استمرار وتصاعد عملية التهريب سواء الأسلحة أو المخدرات بشكل كثيف ومتنوع الآن، وبالتالي يعني حتى موضوع ضبط الحدود الشمالية الجنوبية لسوريا للأسف لم تقم الحكومة السورية بضبط هذه الحدود، إما قدرتها أو رغبتها في أن تبقى يعني مفتوحة ومجال لإزعاج الأردن وقدرات الأردن ومن ثم دول الخليج، وبالتالي لابد أن يكون واضحة وصريحة من قبل الحكومة السورية على كثير من الأسئلة، وخصوصا موضوع اللاجئين، موضوع المخدرات والأسلحة، هذا شيء مهم جدا والذي بدأ يقلق الأردن ودول الخليج بشكل كبير جدا، لأنه لاحظنا العمليات الكثيرة والمتعددة خلال الفترة السابقة.
أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من عمان الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود لمتابعة حديث اليوم، ونعتذر على المشكلة في الصوت من المصدر.